أعلن اتحاد الكليات الملكية للأطباء في المملكة المتحدة اختيار المستشفيات الحكومية كأول مركز امتحانات دولي في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة نظمت المستشفيات الحكومية بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني مؤتمرا صحفيا بحضور الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية وسعادة الدكتورة مريم عذب الجلهمة رئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. وخلال المؤتمر أثنى رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الطبي من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جميع ما يصب في تطوير منظومة الخدمات الصحية في المملكة، مؤكدا استمرارية العمل في الحصول على المزيد من الاعتماديات ورفع الانتاجية وتحسين الأداء. من جانبها أشارت الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية إلى أنه سيكون مجمع السلمانية الطبي ومملكة البحرين قادة في مجال التعليم والتدريب الصحي الطبي في المنطقة، ويفتح المزيد من إمكانيات التعاون المستقبلي مع المعاهد الصحية. وأشارت الدكتورة الجلاهمة بأن اتحاد الكليات الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة يتيح الحصول على الدرجات المرموقة لعضوية كليات الأطباء الملكية لأطباء الطب الباطني. ومن جانبه أشار ممثل الاتحاد تنزيم رزا إلى أن اختيار مركز السلمانية الطبي جاء بناء على إمكانيات وتنوع المرضى وتوافر الأطباء الحاصلين على درجات MRCP والبنية التحتية للمجمع وما يشتمل عليه من إمكانيات متقدمة. يتبع الكلية الملكية البريطانية لتخصص الطب الباطني، عبارة عن فيدرالية من 3 كليات في لندن، غلاسكو وأدنبرا. فهذه الكليات تعقد امتحانات عالمية، بالإضافة للامتحانات اللي داخل بريطانيا تعقد امتحانات في دول متعددة ومختلفة في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب الطلب الشديد على هذه الامتحانات. ومن الناحية اللوجستية لا يمكن عقدها كلها في المملكة المتحدة، فلذلك من ضمن سياسة الفيدريشن للكليات الملكية البريطانية وإيجاد مراكز مختلفة لعقد هالنوع من الامتحانات. اختيار المستشفيات الحكومية كمركز أول لامتحان البيسز إكزام، وهو الامتحان الأخير الإكلينيكي للحصول على الزمالة الملكية البريطانية. هذا الامتحان يجرى عالميا في مراكز في داخل بريطانيا وبرع بريطانيا، لكن للأسف البحرين ما كانت متواجدة في هذا من ضمن هذه المراكز. من خلال هذه الزيارة التفقدية احنا اجتازينا الاحتياجات اللازمة لفتح هذا المركز الامتحان في مستشفيات الحكومية وبالأخص في مركز إبراهيم خليل كانو للتأهيل الاجتماعي. اخترنا هاي المركز بعد نقاشات، بحيث أنه كان في 3 اقتراحات، والمركز اخترناه لأنه هو يعتبر قريب من مجمع السلمانية الطبي وفيه الاحتياجات اللي تتطلبها عشان أنه يكون في تقديم هذا الامتحان.